سنين طويلة جدا قعدنا فيها نكتب ونقرأ ونسمع ونعرف إنه دورة استوكهولم 1912 كانت أول مشاركة أولمبية لمصر، ولغاية دلوقتي ناس كتيرة عارفة إنه دورة استوكهولم دي كانت هي أول دورة أولمبية إحنا نشارك فيها. وفضلنا كده لغاية لما جه 2 صحفيين إنجليز عملوا كتاب سنة 2012 عن غرائب وعجائب التاريخ الأولمبي في العالم، ومصر كانت صاحبة حكاية في الكتاب ده. الحكاية عنوانها اسمه يونيسيوس كالتاجليس. يونيسيوس ده شاب مصري من أصل يوناني، اتولد في اسكندرية 1872، حب التنس، لعب التنس في نوادي اسكندرية، سمع إن في دورة أولمبية هتتعمل لأول مرة سنة 1896، فقرر إنه يسافر أثينا عشان يشارك في الدورة دي ويلعب تنس في الدورة. سافر وشارك ولعب، كسب أول ماتش، كسب تاني ماتش، وصل السيمي فاينل، كسب، وصل الفاينل وخسر، وخد الميدالية الفضية الأولمبية في أول دورة أولمبية. فوجئ ديونيسيوس وقتها باللجنة المنظمة للدورة بتقول إن هو يوناني مش مصري، وبالتالي الميدالية تبقى لليونان مش لمصر. حاول يقنعهم إن هو مصري، اتولد في مصر وعاش في مصر وبدأ يلعب وهو في مصر، وسافر أثينا من مصر مش من اليونان، لكن فشلت كل محاولاته في إنه مصر تبقى هي صاحبة الميدالية. والعالم ساعتها سكت لأنه اليونان كانت بتنظم أول دورة أولمبية، والعالم كله عارف تاريخ الأولمبي لليونان، فوافق. فاتحرمت مصر من هذه الدورة، ومنها تكون من أوائل الدول اللي فازت بميداليات أولمبية في أول دورة أولمبية أثينا 1896. برضو الاثنين الصحفيين الإنجليز كتبوا حكاية ديونيسيوس لما سافر أثينا، قابل شاب إنجليزي جاي من لندن عشان يتفرج على البطولة، قابله في كافيه فقال له أنت جاي تعمل إيه؟ فقال له أنا جاي أتفرج. قال له طب ما تلعب. قال له هو ممكن؟ قال له آه ممكن، مفيش تصفيات وأي إنسان ممكن يلعب. فلعبه، والصدفة شاءت أو المقادير شاءت إنه الشاب الإنجليزي دوت هو اللي يوصل قدام ديونيسيوس في الفاينل. فالشاب الإنجليزي محرج جدا إن هو ياخد الميدالية الذهب من الراجل المصري اللي خلاه يلعب اصلا، لكن الاثنين اتفقوا على انه الرياضه ما فيهاش ده، ولعبوا وكسب الانجليزي بولاند الميداليه الذهب، واكتفى ديونيسيوس بالميداليه الفضه. الاثنين بقى لعبوا مع بعض في الدبل الزوجي يعني، وكسبوا برضو الميداليه الفضيه. وقتها ولغايه دلوقتي اللي يرجع للمراجع الاولمبيه القديمه هيلاقي انه مكتوب انه الزوجي ده كان زوجي مصري انجليزي، يعني مش يوناني. ديونيسوس كان مصري، ومصر شاركت في اول دورة اولمبية 1896 وفازت بميدالية فضة او ميداليتين في فردي وزوجي التنس، وبالصحيح ان اول مشاركة كانت دورة ستوكهولم 1912.